كأني مركب فلتر جديد حق السيارة. يعني لما ناخذ نفس أحس يعني كمية أكسجين كثيرة، يعني راسي منتعش من سهولة التنفس، من الراحة، من النوم. النفس وايد وايد أريح منه، يعني جدا جدا مريح. كل اللي قال لي راح تطلع من العملية وآلام وعوار وكدمات وممكن تاخذ لك شهر أو أكثر كريكفري وإنك ترجع تعيش عادي، لا الحمد لله، يعني أعتقد أنا 3-4 أيام أوكي، ما كان فيه أثار، ما كان عندي كدمات، ما كان عندي ألم. يعني حتى استغربت بعد الإفاقة ما كان في ألم اللي يخلي الشخص يتردد يسوي العملية، وتحسفت، يعني تحسفت حيل أني ما سويت العملية من أول محاولة. يعني 3 مرات أنا تراجع من غرف العمليات، وأكثر من 3 مرات الدكتور عادل كلمني وكلها تردد، بس الحمد لله يعني سويتها. أولاً أحب أشكر الدكتور عادل، مو عشان أسوي العملية، أول شكر له على أساس أنه أقنعني وخلاني يعني أتشجع وأسوي العملية من غير لا أتردد. صحيح أنه كان في تردد من بعد الوقت، لكن تعامله وشرحه المبسط للمريض وللمراجع والسحر اللي عندنا يشيل الرهبة من المريض، هذا جدا يعني شجعني وخلاني جوهد دايركت للعملية. والشكر الثاني للدكتور عادل أنه يعني خلاني أحس بالنفس الطبيعي للشخص الطبيعي، شلون يتنفس، شلون يأخذ يعني استنشاق الهواء عدل. أنا تراجعت كثير، ولكن تشجيع الدكتور عادل وشرحه وراحته مع المرضى جدا شالت الخوف اللي عندي كله. كل الشكر لك دكتور عادل، ويعطيك ألف ألف عافية. تغريد شلونك؟ ها بشريني. طبعا بعد ما طلعت من المستشفى الحمد لله وصلت البيت، ويعني كانوا الأهل مستانسين بشكلي وبحركتي، كلهم يعني باركوا لي على الخطوة اللي خطيتها بهذا القرار اللي اتخذته، وماني ندمانة على القرار هذا، اني الحمد لله شكلي تغير، ملابسي تغيرت، يعني صرت اتحرك وامشي بطاقة يعني وواثقة من نفسي. جرح والله ما في اي ألم، ما في ألم، حلو ممتاز. وجروحي يعني سرعة التئمت، يعني وانا اتوقع عشان عندي سكر ان جروحي ما راح تلتئم، فالتئمت جروحي وصارت حركتي خفيفة، والحمد لله يعني دكتور عادل ما قصر معاي بالعملية هذه. لحين الجرح لا حوشه ماي، بس نطر يمكن بعد أسبوع وبعدين نعطيك الأوكي حق الشاورز والأمور هذه. وايد فرحانة بشكل جديد، يعني وأصدقائي وصديقاتي يعني مستانسين على شكلي غير الأول، وهذا شيء جميل وأنا مقتنعة فيه.